السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع اسمه لانجو توك، ممكن تسطب بالابليكيشن بتاعه على الموبايل وتبدأ تعمل شات معاه زي ما انت عايز، بحيث ان انت تقوي نفسك في اللغة كأنك اتفقت مع حد صديق ان هو يكلمك مثلا تتعلم معاه اسباني، تتعلم معاه فرنساوي من خلال المحادثات. الجميل في حاجتين، الجميل ان انت تقدر تسأله اي سؤال لان هو مرتبط بالذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، فكأنك مثلا فاتح شات جي بي تي بتسأله بالياباني وهو يرد عليك بالياباني وهكذا. والجميل برضو ان انت ممكن تكتب تكست او صوت، يعني ممكن تدوس على زرار الريكورد وهو يبدأ يسجل الصوت بتاعك وتلاقي الكمبيوتر برضو يرد عليك بالصوت، فده هيديك برضو سماع بشكل حلو وتصليح للأخطاء بتاعتك. تقول له ستارت وتبدأ بقى تختار اللغة اللي انت عايز تتعلمها، وليكن مثلا عايز تتعلم انجليزي ولغتك الأصلية مثلا عربي، وتبدأ بقى تقول له المستوى بتاعك، ايه المواضيع اللي انت حابب ان انت تتكلم معاه فيها، وايه الحاجات اللي انت عايز تقوي نفسك فيها، فوكابلري اكسبريشن ليسن، انت سمعت عنا فين؟ قول له من عمر، تمام. الاسم بتاعك، ونربطه بقى بجوجل، وبعد كده بيقول لك ان انت ممكن تجربه 7 ايام او تدفع على طول $20 كل شهر. الافضل انك طبعا تجربه، تمام. اي تطبيق اي حاجة حتى لو ايه لازم تجرب اللي هو ببلاش الاول وتشوف هل هو فعلا يستاهل انك تدفع فلوس ولا لا.